الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لقاؤنا اليوم مع حلقة جديدة في صوم الجوارح، صوم الأنف. الأنف يصوم؟ نعم يصوم. كيف هذا؟ عندنا في عرفنا أو في اللغة العامية الدارجة، لما يجي حد يتكلم في شيء لا يعنيه ويدخل نفسه في كل حاجة ويتكلم بما لا يرد، يقول لك ايه فلان ده حشر مناخيره في كل حاجة. قال ايه ده؟ بيقول ده بيدخل انفه في كل شيء، عايز يعرف صغيرة، كأنه يتشمم اخبار الناس. هذا الانف كيف يجعله صائما؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث يقول: ايما امرأة تعطرت وخرجت ليشم الناس ريحها او ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. الله، يعني هذا الأنف تتشمم به الروائح الطيبة وتتشمم به كذلك الروائح الخبيثة. الله عز وجل جعله لي ولك لنتشمم به طعامنا، لنتشمم به الرائحة الطيبة. ولذلك من السنة التطيب للصلوات، والتطيب إذا خرجت لصلاة الجمعة، والتطيب لصلاة العيد، وأن يتطيب الرجل لأهله، وأن تكون الإنسان المسلم طيب الرائحة، وأن تتطيب المرأة لزوجها. لماذا؟ قال لك: لأن هذا الأنف كذلك له عمل يؤثر على الإنسان تأثير فيهذب الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. معنى ذلك أن هذا الأنف له عمل كثير. فإذا أردت أن يصوم أنفك فلا تتشمم روائح النساء، لا تتشمم أخبار الناس، لا تجلس لتتحسس خبر هذا ومن قال ومن تزوج ومن طلق ومن حسن ومن قبيح وفلان هذه رائحتها كذا وفلان هذا رائحته كذا وهذا رائحته طيبة وهذا رائحته خبيثة. يجب عليك أن تحفظ هذه الجوارح، لأنك مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى أن تتبع هذا، إلى ألا تتحسس أخبار الناس، إلى ألا تتجسس على هؤلاء الناس. فإذا أردت أن تدوم لك نعمة من رب العالمين تبارك وتعالى، فاعلم أن الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة وأراد أن يديمها عليك وفقك فشكرت فزادك. فإذا أراد أن يعذب عبدا بنعمة من النعم خزله فعصى الله عز وجل بهذه النعمة، فإما أن يأخذه منها أو يأخذها منه ويحاسبه عليها يوم القيامة. لما ترجع لي المثال في القرآن الكريم، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال لأولاده: تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لما فصلت العير ومعها القميص، قميص سيدنا يوسف، قميص: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فصلت العير، يعني جاوزت المدينة التي تختلط فيها الروائح. سيدنا يعقوب عليه السلام يشم رائحة ولده، قل: إني لأجد ريح يوسف لولا أنت. من مسافة قال العلماء أكثر من شهر مسير إلا أنه وجد رائحة ولده. الله عز وجل أعطاه هذا، لماذا؟ قاعدة: لك رصيد في كل نعمة من النعم، كلما ادخرت وأحسنت التصرف كلما زادت النعمة وقويت. فإذا أسأت التصرف وأهدرت المخزون الذي عندك جئت يوما فلم تجد منه شيئا. فهذا الذي يضيع بصره في النظر إلى الشاشات والنظر إلى الكاسيات العاريات والنظر إلى مساخط الله وما يغضبه، يأتي في كبر سنه فيحتاج إلى نظارة بعد نظارة بعد نظارة حتى يعمى ولا يرى شيئا. لماذا؟ لأنه ضيع رصيده فنظر طويلا وأضاع هذه النعمة. الذي كذلك يتشمم روائح الناس، وهذا رائحة كذا وهذا رائحة كذا، ويتحسس الأغلب، يقول لك فلان هذا والله لا فلان ده كذا وكذا ورائحة طيبة ورائحة.
هذا بعد أيام يأتي فيشكو من العلة. سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حفظ نعمة الله تبارك وتعالى فشم رائحة ولده من مسافة كبيرة: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إذن فالله تبارك وتعالى يدلني ويدلك ويأمرني ويأمرك أن نحفظ هذه الجوارح، جوارح كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه، قال: جوارح حفظناها عن المعاصي في صغرنا فحفظها الله علينا في كبرنا. فهي دعوة إلى أن تحفظ كل جارحة من الجوارح، تجد أمر هام جدا الله تبارك وتعالى جعل لك هذا الرأس الشريف، ففيه عين وأذن وفم وأنف، سبعة منافذ، سبعة منافذ. فالعين تستقبل، والأذن تدخل، والفم يدخل ويخرج، والأنف يدخل ولا يخرج. فإذا حفظت هذه الجوارح، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من السنة تشميت العاطس، إذا عطس فحمد الله فقل له يرحمك الله، فهي نعمة استشعرها وصنها عما يغضب الله، ليصم أنفك وفمك وعينك وأذنك عما يغضب الله تبارك وتعالى. إذا فعلت ذلك أكرمك الله عز وجل وكنت من الصائمين حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.